خليكي عندك. سلطانة برجم آغا، هلأ صار الوقت المناسب. نحن صار لازم نتصرف، لأنه السلطانة خديجة رح ترجع بكرة ومعها أختها السلطانة. قليلي أنا شو لازم أعمل؟ بتروح لعند الست فريال وبتاخدها عبيتها أنت وكوسر. نهايته قربت للباشا، ما رح ينفض هالمرة. فهمت سلطانة، أنا رح روح فورا. لا تخلي حدا يشوفك، لازم تطلعوا بالليل. إذا فريال بتفلت منها هالمرة المخطط كله رح يفشل. ونبه على كوسر كمان. لا تاكلي هم سلطانة، أنا رح أهتم بهالموضوع. ممتاز، استنى مني خبر. لك شو هالبنت الحلوة هي؟ بكرة الشباب شو رح يصير فيهم بس يشوفوا هالحلاوة؟ تعال عندي. مولاي مصطفى امتى رح يسافر؟ رح يكون سفره يوم الجمعة ان شاء الله بعد الصلاة، هيك اتفقنا مع بعض. هو بيستاهل، اكيد بيكون متحمس للسفر. انا بتذكر اليوم اللي سافرت فيه على منيسة مولاي، وقت قديش المرحومة بكيت عليك. بس مصطفى ما رح يروح لوحده، ناهي الدوران رح تروح معه. بس أمه ما رح تروح، لأنها ما صدقت إمتى تستلم مطرح السلطانة، فكيف بدك إياها تترك هالشي؟ مولاي لو تسمح لي جلالتك بدي أشوف الأولاد. سلطانة بيان، إن شاء الله زيارتك ما تكون قصيرة، لأني حابة كتير استضيفك عندي. شكراً كتير، بس ما فيني طول، الأولاد عم يستنوني. طيب ليش ما جبتي الأولاد معك؟ مولاي عمتي مصطفى، قال قربة سفرتك مزبوط؟ يعني خلص رح تروح؟ ايه ان شاء الله. سلطانة خديجة خير؟ شوفي مولاي، كنت حابة أقول يا ريت تبقوا لتتعشوا معنا، طبعا بعد إذن جلالتك. خليها لغير وقت،
انت اليوم تعبانه ولازم ترتاحي يا خديجه. ويام حنروح. عمتي انا كتير حابب انك تجي لعنا. خلص مصطفى اكيد رح اجي، اصلا انا وعدت ويام لاني كتير مشتاقه للولاد، وهنن كمان على طول بيسالوا عنك وكتير رح ينبسطوا بس تشرفينا. سلطانة شوفي يا سنبل، أنا حاسة إنك جايب لي شي خبر. لا والله، بس أنا أجيت مشان أسأل جلالتك إذا محتاجة شي. بس ما تكون هي لسه ما شافت الرسالة وما قرتها. شو الموضوع يا سلطانة؟ أنا فيني ساعدك؟ بتعرف هلأ إبراهيم باشا وينه؟ لا والله يا سلطانة ما بعرف وينه، بس مبارح المسا كان هون وبعد ما شافه لجلالة السلطان رجع على قصره. طيب والسلطانة خديجة كانت معه؟ يعني شفتها؟ لا هي أبدا ما أجت. شوفي يا سلطانة،